صباح الخير. البنات اللي عندهم حب شباب في الوجه ديالهم اولا في الظهر ديالهم اولا في الدرعين، احسن صابونه حتى الرجال تصلح لهم هاد الصابونه هادي، احسن صابونه للعلاج للحب شباب اللي كيكون يعني واعر اللي كيخلي حتى الدقاق في الوجه الله يستر. احسن صابونه هي هذه. طريقه الاستعمال هي يعني كتفزق البلاصه اللي غادي تدهن اللي عندك فيها حب شباب، مثلا حنا غادي نقولوا الوجه، كتفزقوا مزيان كتغسلوا في الصباح مزيان غير بالماء، كدهن هاد كريمة هاد صابونة، كتبقى دهن وتعاود دهن وتعاود حتى كتعمل لك واحد الكوش رقيقة بيضة، صافي كتخليه يبس واحد جوج حتى ثلاثة دقايق، عاد كترجع تشلو بالماء يكون الماء دافي البنات، ماشي بارد ماشي سخون بزاف، راه سي افيكاس يوميا حتى كيبس ديك حب شباب وكيمشي ما كيرجعش نهائي، حتى ولا رجع لك مع الوقت كتعمل نفس الطريقة. احسن علاج هو هاد صابونة هادي اللي كيمشيو لاسبانيا يجيو الميركادونا، راها كاينة هنايا تبارك الله كما كتشوفوا، الثمن ديالها بسيط انو وقيلا ما لحقش. هاد الكريمة هادي انا كنشريها في الصيف بزاف، علاش؟ خصوصا الناس اللي عندهم البشرة ديالهم بيضة بزاف كيسوقوا في هاد القوايل وهاد هذا باش ما يرجعوا لكمش اليدين كحل اولا سومر اكثر من الجهد اولا يخلي لك الطبايع في يدك. احسن كريمه هي هذه انوغو طخنت البنات، راها فنه وعن تجربه، ماشي اول مره زعما غادي نهضر عليها، فنه فنه فنه. زيدوا عليها هاد كاستانياس، انا اول مره كنشوفو ميركادونا فنين هاد كاستانياس عندهم، اللي بغات تبرع لي مع راساتها وكيعجبوها هاد الكاستانياس تدي هاد الكاستانياس هادو فنين البنات. تحياتي لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.